بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 3، معالجة وتشغيل البيانات. تشكل معالجة وتشغيل البيانات الخطوة التالية مباشرة للحصول على البيانات. يعني بمجرد الباحث ما يحصل على بيانات يبقى بينتقل إلى معالجة. لما أقول تشغيل البيانات، تشغيل البيانات هو ده الخطوة التالية لمعالجة البيانات، ونقصد بيه إجراء عمليات فنية تهدف على البيانات، طبعا تهدف إلى التثبت من الأنماط السلوكية أو العلاقات اللي كشف عنها معالجة البيانات. معالجة البيانات زي ما هو باين قدامنا على هذا الترانسبيرنس اللي هو التدقيق اللي سبق قلنا عليه، تدقيق مركزي بيهدف الى تصحيح الاخطاء واستبعاد الاجابات الخاطئه وفي تمييز البيانات. تبويب البيانات بيخفض حجمها زي ما قلنا بشكل كبير عشان نقدر نتعامل معها. قد يتم التبويب حسب الخصائص او تبويب طبقي. لما نقول التبويب الطبقي ده بيصلح استخدام مع الظواهر اللي بتخضع للقياس الكمي عشان نقدر نستند الى الخصائص الرقمية الموجودة في مفردات المجتمع ونقسم الشركات زي نقسمها حسب عدد العاملين او رأس المال العامل او حجم المبيعات الى اخره. هنا عندنا مشكلة تحديد عدد طبقات. كم يجب ان يكون عدد الطبقات الاكثر فعالية او المثالي، وبالتبعية هينعكس على مدى كل طبقة. حل هذه المشكلة يعتمد على مهارات الحياة وخبرات الباحث اعتمادا على قاعدة معينة اللي هو كل ما وسعنا مدى الطبقة لازم الباحث يسأل نفسه سؤال، ما هو تأثير ذلك على تجانس البيانات الموجودة داخل هذه الطبقة؟ لو قلنا مثلا تقسيم الشركات الى شركات تعتمد على الاوتوماتيكية بنسبة تقل عن 50% ونسبة تزيد عن 50% هيؤثر سلبا وجوهريا على التجانس، لان بنسبة تقل عن 50% يبقى ايه جوه شركات ليس لها علاقة بالاوتوماتيكية وشركات لها تستخدم الاوتوماتيكية بنسب معينة تقل عن 50% يبقى هنا التجانس الحقيقة بيكون مشكوك فيه. حدود الطبقات، يعني عندنا معيار مهم جدا عشان نقدر نحدد او نحكم على طول الطبقة او عدد الطبقات، اللي هي نقطة منتصف الطبقة تقترب من متوسط المفردات لهذه الطبقة. الامثلة موجودة الحقيقة في الكتاب، مش عايزين ان احنا نتوسع في الكلام ده. عندنا الطبقات الشاملة والطبقات غير الشاملة. الطبقات الشاملة يعني ايه؟ يعني لما نتكلم عن حدود هذه الطبقة، الحد الادنى والحد الاعلى. الطبقات الشاملة اللي هي الطبقات التي تزيد قيم مفرداتها عن الحد الادنى وتتساوى مع الحد الاعلى او تقل عنه. لو قلنا طبقات غير شاملة اللي هي طبقات تلك الطبقة التي تحمل قيمة تتساوى مع الحد الأدنى وتقل عن الحد الأعلى.